عابد، بدي اقول لك اول شيء هابي انيفرساري، عيد زواج سعيد. مثل اليوم من 19 سنه المشروع الاول بكنيسة مارين دراوس، هيدي صبيه وهيدا الشاب قرروا يبلشوا رحله. شكرا، لانه حياه معك جدا ممتعه، فيها تجربه وفيها مغامره وفيها اندفاع وفيها انطلاق وفيها تجديد وفيها فرحة وفيها مرحة وفيها بسمة دايما. بالنتيجة بتعرف كيف ترسم على وجهي وعلى وجه هيدا البيت كله. أنا كتير بحبك، إلى اللقاء قريبا. بتمنى لك تحقق كل شيء أنت بدك إياه. بتمنى الكل يعرف، طبعا هم كل بيعرف بس قصة يعرفوا أكتر، قديش أنت رائد بأفكارك، قديش بتسبق كتيرين بالأفكار وبالخطوات، وبتفتح أبواب غيرك ما بتسترجي يدخل عليها أو ما خطر له يدخل عليها. إن شاء الله الله يديمك بهالشجاعة، بهالذكاء، بهالإحساس، بهالحدس، بهالإبداع. ودايما تفكر هيك خارج صندوق، خارج السرب. ونحن معك، بحبك كثير. باي. تحية للإعلامية زينة يازجيز. كيف بدك تعيدها؟ عيدتها اليوم، عيد زواجكم. شو بتقلها؟ أنا عادة ما بحب الحكي، يعني أنا بحب أعمل لك كل شيء بتحبوه، يعني بحب الفعل. خجلت ها؟ خجلت. إيه، لأنه فاجأتيني ب بأن تعبير عن المشاعر مفاجأة بسرعة هيك. على كل حال، بلا ما تحكي عبرت عن مشاعرك بالتلبيك اللي ملبكة وعيونك، هن عبروا لوحدهم. نحن 18 سنة زواج هلا. الحقيقة مرقوا بسرعة، يعني لما حدا بتحبه كل هالقد وبتتمنى له الخير وبتتمنى له النجاح، وعشت معه يعني كل كبيرة وكل صغيرة بصدق، بيعطيك جرعة من 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 الحب ما بتعرف كيف بدك ترد له اياها، يعني ما بتعرف كيف، انه بكل لحظة لازم تقول له شكرا، بكل لحظة لازم تحطه على راسك من فوق. زينة مجتهدة، يعني حدا على الأرض وحدا حساس كتير، مرهف، بتحب العالم، اللي بتحب تساعد الناس اللي حواليها، عاطفية لدرجة مربكة. طن الجرس ينعاد عليكم، وإن شاء الله بتقضوا كل العمر مع بعض. تستشيرة قبل ما توافق على الدور؟ كتير بستشيرة وباخذ برأيها كتير. لا هي بتشوف منيح، بتشوف كثير كويس، بتقدر تقرر إذا هذا المشروع رح يكون منيح. ملاحظاتها دائما موجودة بديني، فدائما يعني في ترمومتر، يعني بسمع رأيها، لأنه مصيب تصيب الهدف دائما.